اليوم أكلتنا كتير سهلة، هي عبارة عن دجاج، بطاطا، قرع عسلي، بصل، معجون الطماطم. سهلة كتير وسريعة، ويعني إن شاء الله تعجبكم. هي أكلة يعني بين شرقية وغربية. يعني نبلش بالدجاج. أنا دائما بحاول أفتح الدجاج بهاي الطريقة يعني عشان الاستوى يكون أسرع شوي. بالوقت نبتدي بالخضار، البصل والبطاطا. نبلش بشوية زيت زيتون وزيت نباتي ومعجون البندورة. بنحرك شوية مية البندورة أو معجون الطماطم. أحط الشطة، الفلفل الأسود والملح، وبنحرك شوي يتمازجوا مع بعض. أنا بالنسبة للبهارات ما بتقيد بال يعني بالمعايير بالأوزان ولا بال، أنا بلاقي إنه الأكل نفس أكثر ما هو عيارات، وكمان حسب الرغبة إذا بنحبه حادق أو حار أو في شطة زيادة. ومندير الخليط اللي عملته على المكونات ونحاول نخلطهن بإيدينا. يعني هي من الأكلات اللي كتير سهلة، ممكن نحضرها قبل بيوم ونخليها بالثلاجة ونحطها بالفرن تاني يوم وخلاص. أنا حطيت الشطة عشان القرع العسلي والبطاطا الحلوة تبقى أجمل وطعمها ألذ يعني، والمعجون الطماطم عشان بناخد الحل والحادق والحراق، وده يعمل مزيج كتير لذيذ بالطبخة صراحة. وإسا بنحطها بالطاجن. شفتوا قديش سهلة؟ سهلة كتير يعني، بدهاش شغل ولا بدها اختراعات، يعني الطفل بيعملها. الطاجن صار خالص، ما أخدش منها 5 دقايق. بس حبيت أقول شغلي، دائماً أنا بس أطبخ بالطاجن أو أي صينية بالفرن دائماً بستعمل ورق الزبدة ورق القصدير، لأنه أنا بلاقي أنه بحمي الصينية من ما تنشف ويضلوا الأكل رطب وبنفس الوقت بيستوي. ورقة الزبدة والألمنيوم بهذا الشكل نحطها ونسكرها، وهيك صينية الدجاج صارت جاهزة للفرن. بنحطها على درجة حرارة 180. بس أنا بالواقع بحب دايماً طبخ البطيء بصواني الفرن أو الطاجن عشان الأكل بصير أطيب بكتير. وهيك صينية الدجاج مع القرع العسلي والبطاطا خلصت. يعني مش عارف شو أوصف يعني الصراحة، الريحة تبعتها خرافية صراحة. وأنا حضيف شوية زهور، دي من زهور النعناع، يعني طعمها رح يكون قريب مش غريب بالنسبة للنكهة. وهي كمان زهور تتاكل بتعطي منظر وشكل جميل. وهي كانت وصفتي لكم اليوم، سهل كتير ومش راح أخبركم عن الطعم، يعني صراحة إشي رهيب. وبالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.